السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة حتى تعطونا رأيكم باللي راح نعرضه لكم، أو إذا عندكم أي موضوع تردون تحجون به على الشاشة مباشرة. مشاهدينا الكرام اللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب إن كان، الرقم الأخير اللي جاول بصفة إشارة الواتساب يقدر يدزلنا رسالة مكتوبة على الرقم المخصص لبرنامج الواتساب، نقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدي ملفاتنا. أول ملف ويانا هو ملف التجاوزات اللي تسويها الميليشيات بحق المواطنين بالعراق، ونبدي هذا الملف ويتغول الميليشيات وممارساتها بظل تلاشي الدولة، تلاشي كيان الدولة، تلاشي تام إلى مؤسسات الدولة. وشنو اللي دا يصعد بالعراق؟ دا تصعد سطوة هاي الميليشيات. مثلا بديالة، بعدها تعاني عوائل ديالة المهجرة بسبب العمليات العسكرية اللي صارت بالمحافظة بذريعة ان هم دا يحرروها من تنظيم داعش الإرهابي، دا يعانون لحد هاي اللحظة من ويلات النزوح بسبب سيطرة الميليشيات على منازل المواطنين بحجة شنو؟ إرهاب. وعندنا مواطنة من محافظة ديالة ناشد المسؤولين بالحكومة أن يتدخلون، بل كت يرجعوا لها بيتها اللي صادرتها الميليشيات بذريعة أنه ولدها أو ابنها من الإرهابيين بالوقت اللي بيه هاي السيدة ابنها كبير بالعمر وما إلى أي علاقة. وتخيلوا شلون دا تصير التهم للمواطنين ممن اللي يقول عليهم المثل لا ناقة لهم ولا جمل باللي دا يصير. خلونا نشوف هاي المناشدة. أنا من سكنة العزي، أنا بيتي بالعزي عالشارع صاير، أنا بيتي تجاري عالشارع، طمعوا بيدي يا أبا، طمعوا بيدي، كل شيء ما عندي لا إرهابية ولا عندي كل شيء ولا عندي ولد حتى أنا أصير إرهابية. 50 سنة أنا صار لي قاعدة بالعزي، ما حد قال لي إرهابية، ما حد حكى علي، هم جو طلعوني من بيتي قالوا أنت بيت ما عاد شيء إحنا بيه، روحوا تعال، قاموا يجرون يأكلون أجار، قاموا أروح عليهم يطردوني يحودوني، تزيت لهم أصطاد ما فات، كل شيء سليم الجبوري يدري بقضيتي، رحت على نادى دعني سألوا شوفني تعرفني، ما سوت لي شيء، صلاح الزيني رحنا عليه ما سوانا شيء، المقتدى السيد المقتدى جال سوى صلاة موحدة رحنا عليه ما سوانا شيء، وأنا خبر وحشتكي، أخبر وحشتكي من ذاك اليوم لليوم بيتي بديهم، وأنا عندي ولد عمره 60 سنة، أخاف عليه، رجالنا قضان لا راتب لا شيء لا كل شيء ما عندي، وقاعدة أريد مروتكم أريدها من شواربكم، أريد مروتكم ومروت الزينين الطيبين. بالفيديو وبهاي المناشدة ذكرت أسماء، مثلا سليم الجبوري اللي كان رئيس مجلس النواب قبل دورتين. حجية هو سليم الجبوري من كان رئيس مجلس النواب أعلى سلطة تشريعية بالبلد ما يقدر يفوت إلى بعض المناطق، هسه راح يسوي لي شيء؟ هاي رقم واحد. رقم اثنين ناهدة الدايني، شنو اللي قدمته ناهدة الدايني إلى أبناء محافظة ديالى غير التهديد والوعيد وأني عندي أعطى أكل وما أعرف شنو، مرة وعدت تحرق نفسها ولحد الآن كل شيء ماكو، ماكو شيء جديد إلى أبناء المحافظة. هذا الحال تجاوز الميليشيات مو بس بديالى، لا راح نروح هسه من ديالى لبغداد. عندنا بحي الشعب قوة من ميليشيا السرايا اللي تتبع التيار الصدري واللي كانت تتسمى جيش المهدي سابقاً، حاصرت مركز شرطة الشعب. تخيلوا قوة تحاصر مركز شرطة تابع للدولة والوزارة الداخلية بمحاولة منها أنه تطلع واحد من زعاماتها اللي اسمه قيس الفرطوسي بعد أن تم إلقاء القبض عليه، بمشهد راح يبين لكم عجز الدولة على مواجهة هاي الميليشيات اللي دائما تتحكم أو تحتكم بلغة القوة والسلاح إذا مسها أي تحرك من قبل الحكومة. خلونا نشوف. Thank you.
تخيل الشرطة اللي شغلها من المفترض أن تلقي القبض على المجرمين وتخليهم داخل مركز الشرطة، وفي بعض الأحيان قد تكون هنالك تهمة كيدية أو تخطأ أي شرطة بالعالم تلقي القبض على بريء وراء التحقيقات يطلعوا ويروح. بس الشرطة بالعراق لا، حاليا محاصرين جوا مركز الشرطة ما يقدرون يطلعون. ليش؟ لأن هم معتقلين واحد، هذا الواحد يعتبر زعيم إلى جهة أو ميليشيا، هاي الميليشيا تابعة إلى واحد يعتبر نفسه هو القائد الأوحد بالبلد. من بغداد راح نروح إلى محافظة صلاح الدين وتحديدا مدينة سامرة، واللي دي يعيش بيها أهالي سامرة بوضع مأساوي يشبه الوضع اللي دي تعيشها المدن المحتلة. لأن أكدوا أبناء المدينة العريقة اللي كان اسمها في التاريخ الماضي سرة مراء، واللي صارت من حصة ميليشيا السرايا اللي تابعة إلى التيار الصدري، وفقا إلى خارطة نفوذ الميليشيات، أهالي المدينة يأكدون أنه ميليشيا سرايا السلام دا تمارس نوع جديد من أنواع الإرهاب على العائلات، يتمثل أن يجبروهم على التوقيع والتبصيم بالدم على وثيقة الولاء للصدر. وما اكتفت هذه الميليشيات بهاي الممارسات، لا، دفعت أفراد يتسترون تحت غطاء أنهم طلاب بجامعة سامرة مثلا، يسكنون بالأقسام الداخلية، يفتعلون مشاكل بالمدينة بحيث أنه هاجموا صاحب محل لبيع أجهزة الهاتف النقال، هراوات وأسلحة جارحة وأسلحة بيضاء، وطاردوه هو وأبوه للمستشفى اللي نقل إليه، وترديد عبارات طائفية. هذا كله قبل أن تعتقل الميليشيا الشاب عبد الوهاب السامرائي صاحب محل أجهزة الهواتف النقالة، واقتادته إلى جهة مجهولة، على الرغم أنه هذا الشخص معتدى عليه مثل ما راح تبين لكم الصور، وهو اللي تمت مطاردته بالمستشفى وتم اعتقاله وأهله ما يندلون وين. خلونا نشوف. جماعة الأقسام، جماعة الأقسام بالمستشفى يتهجمون علينا، جماعة الأقسام بالمستشفى يتهجمون علينا، ذولا جماعة. واحد يخابر لي عبد الأمير الشمري وزير الداخلية ويسأل لي: أنت قاعد نايم طاف الراوتر يمك حبيب قلبي؟ انشغل لك أو نمدد لك راوتر جديد دشوف ايش دا يصير بالعراق. ترى إذا دا تحجون على هيبة الدولة وهيبة الدولة والسيادة والسيادة، هاي واحدة من مظاهر ذهاب السيادة بالعراق. لأنه لما تكون أنت وزير إلى وزارة سيادية اللي مثلا وزارة الداخلية اللي تعتبر وزارة سيادية بكل دول العالم، وما عندك سلطة على اللي دا يصير داخل البلد، فأنت ضربت السيادة بعرض الحائط. الناس اللي دا تشوف هاي الفيديوهات واللي شافتها علقت على مواقع التواصل الاجتماعي، وجبنا لكم بعض التعليقات على منصة فيسبوك. ساير سامراء يقول: المفروض كل أهل سامراء توقف وقفة رجل واحد، أحمد السامراء، المفروض الشيوخ يكون لهم وقفة ونسأل الله أن يفرج عنه. وأبو بكر الأمين يقول: عبد الوهاب شاب صاحب خلق ودين ومتربي أحسن تربية، هو وأخوانه ما عندهم شر على أحد، وأبوهم إنسان طيب وصاحب دين وتعب عليهم وعلى تربيتهم، نسأل الله له الفرج العاجل. علي خضير العبيدي: الشاب الغيور عبد الوهاب هذا يمثل المدينة كلها بشجاعته وغيرته وحرصه على أبناء المدينة. إن شاء الله الفرج القريب، والأعزاء للناس المستهترة التي تأتي من خارج المدينة وتستهتر. أبو المثل يقول: يا غريب كن أديب. فكانت هاي بعض التعليقات حول هاي القضية. وعدنا اتصال، كان من المفترض أن يدخل ويانا أبو عبد الله من محافظة صلاح الدين، لكن الاتصال انقطع ويا أبو عبد الله. أبو عبد الله، إذا عندك شيء أتمنى ترجع لنا مرة ثانية حتى نسمع رأيك بالموضوع. فبدينا الحلقة بقضية تجاوزات الميليشيات على المواطنين، وبينا لكم بعض الحالات: سيطرة واغتصاب منزل لامرأة في محافظة ديالة، وفي بغداد ميليشيات تحاصر مركز شرطة لأن واحد معتقل جوا، وفي سامرة ناس يعتدون على واحد ويلعقوا للمستشفى هو وأبوه يعتقلوا وما حد يندلهم. نروح هسه إلى قضية ثانية تخلي الحال بالعراق من سيء إلى أسوأ. بلاد الرافدين اللي هن نهرين، دجلة والفرات،
اللي طول عمر العراق بهذن النهرين بنقص بمياه الشرب. مثلا أهالي منطقتي العنقور والمجر، المجر الواقعتين جنوب قضاء الرمادي بمحافظة الأنبار، عبروا عن معاناتهم بسبب النقص الكبير بالخدمات، مقدمتها شح المياه، مياه الشرب والخدمات الصحية. أهالي منطقتي العنقور والمجر قالوا أن السيارات الحوضية التناكر ما تكفي ولا تسد حاجة 10,000 شخص يعيشون بالمناطق. هاي الحلول اعتبروها حلول ترقيعية وطالبوا أن تكون حلول دائمية، أن ينقذون الأهالي من العطش والجفاف. بهالأثناء أظهر مقطع مصور واحد من أبناء هاي المنطقتين وانفجر غضب بسبب واقع الحال اللي هو دا يعيشها، بسبب المأساة اللي دا يعيشوها نتيجة عدم وجود مي. بهالأثناء الحكومة ناطيتها إذن الطرشة. خلونا نشوف. الخيرين الناشد أهل الرحم، الناشد أهل المروة، أهل الغيرة، أهل الحمية، أهل الإسلام، يشوفون حالنا حال 10,000 نسمة بالعنقور. هاي الشغلة معضلة من دور الرؤساء الأوليين والملوك، والدنيا مرت عصور كثيرة على العراق وما قضوا على شغلة المي. يا ناس العالم تعالوا شوفوا المي هذا جربينه. يا أهل الرحم، يا المنظمات الخيرية، يا المنظمات الإنسانية، الله أكبر، ماكو رحمة، ماكو شفقة. يول 10,000 نسمة راحت نجرح نولي، يا أنا شوف المي يجرب وانا جرب. يا ناس مي ماكو، راح نولي. يا سلام يا المنظمات يا الحكومة. هاي حال الرمادي أو منطقتين بقضاء الرمادي. تخيلوا يعني عندكم منطقة ببلد بنهرين ما بها مي. أبو عراق من الفلوجة حياك الله. أبو عراق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخوي أستاذ أفن؟ حياك الله أخوي العزيز. والله يا أستاذ أفن والله تعبنا وملينا، والله ملينا ملينا الحكي، حتى بعد ما لنا قابلية للحكي. والله يا أستاذ أفن إذا مظل ترجع هاي الحكومة هاي غسيدك من عدو. إحنا أملنا بشتعب يا أستاذ أفن. أرد أكرر لك وأقول لك غسلوا أيديكم من الحكومة. شنو يا منجزات، يا منجزات اللي سوتها الحكومات المتعاقبة. أي أحمل شو يا رئيس وزراء يجينا نقول بلك الله كافي. أستاذ أفن كافي كافي، يعني حتى واحد مل من الحكي ومل. عمي الشعب، يا الشعب أصحى، إذا نائم وقعد، إذا بنج عمي همات يا ناس يشوف لك طريقة. نعم الشعب شبيك، بكافي بكافي. نعم. كافي أجد من 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 هاي المشاكل يا أستاذ أفن. وين يوصلنا بعد؟ وين نوصل بعد؟ نعم وتعبنا، والله تعبنا. الزراعة ماكو، الصناعة ماكو، الشعب من من هني. والله يا أستاذ أفن إذا مو الشعب ماكو فايدة. وأنا أشكرك. حياك الله أخوي أبو عراق. نرجع إلى محافظة الأنبار اللي طلعنا لكم منطقتين العنقور والمجر بقضاء الرمادي، دا يعانون بنقص مياه الشرب والخدمات الصحية. شوية ندور أكثر وأكثر، نسمع اللي قالته قائم مقامية قضاء الحبانية، أنه عدد سكان المناطق أو منطقتين العنقور والمجر تقريبا 10,000 نسمة أو تجاوز 9,000. القائم مقامية بينت أنه مناطق العنقور والمجر دا تعاني من شح المياه بسبب انخفاض مستوى المياه وين ببحيرة حبانية، وأنه أهالي هاي المناطق يعتمدون على صيد الأسماك كمصدر رزق أساسي لهم، وإذا انخفض المي الرزق قل. القائمة المقامية لفتت أنه وزارة الموارد المائية أرسلت كتاب، أشارت بهذا الكتاب أنه بحيرة الحبانية طلعت من الخدمة، وتم رفع هذا الكتاب إلى محافظة الأنبار حتى تكون محطات المياه هي البديل أو آبار ارتوازية، أو تكون أكو هناك محطات تحلية لهاي المناطق. لكن المواطنين بدورهم نفوا أنه هاي الحلول، وقالوا أنه هاي الحلول ما جابت نتيجة بسبب أنه الأزمة الجفاف وشح المياه بعدها مستمرة، ومعاناتهم يوم على يوم دا تزيد وتزيد ودا تتفاقم أكثر وأكثر بسبب هذا الشيء. خلونا نشوف.
هذا شوف بعيونكم هاي الصوره هي تتكلم واللي ما يصدق خليه يجي يشوف. هذا وضعنا حتى ما ننزلنا ميرات نسحب النس من هو يقبل يسبح يسبح عياله بين الله وكيكم. هذا المي للسبح وللشرب بس المي فقط نجيبه من غير مكان الشرب. هذا للسبح وللتغسيل وللتركيب هذا نستخدمه. اريد واحد مسؤول او يهم امرنا يهم امر البشريه يقبل هذا العمل. احنا ناشد كل الخيرين بالعالم وين ما كان كل من يسمع كلامنا ينظر بحالنا وهاي شيء قدام بحيره انتهت ولنا حلول كثيره بس ما حد جاي يمد لنا العون بصوره حقيقيه. هاي نعاني منها سنين احنا هذا نقول هاي شوف البلاوي والله العظيم نركب من عند الاكل اقسم بالله تركيب الاكل وتغسيل هذا حالنا وانا وانا راجعون نسال الله يوفق اللي مد يد العون لنا ويقف ويانا. ممكن ابار ممكن مكاين جابوها اليوم شيف قبل الله يجزيهم بالخير وفادونا بيها. ممكن تتكرر نفسها كل 50 بيت بوكينه تعيش بها الناس ما الله يفرجها من الجهه الثانيه. ممكن حفر ابار لو احد يتابعنا وتاكد على انه اكو مياه جوفيه لو ماكو. يعني بهاي الحاله العرب كلها وقفت على البناء وغيرها واكثر الناس بدت انه تخطط انه لازم يطلع. يعني هم لو اكو بديل منطقه ينقلونا ما ساخين ببعضنا. اكو مياه جوفيه جوا الأنبار وايش قد تطول المياه الجوفيه وشنو الحل هذا انه يعفرون ابار. هاي رقم واحد. رقم اثنين انت سمعتوا ايش قال لكم؟ قال لكم هذا المي اللي قاعدين يخوضون به هذا للسبح يغسلون به جسمهم وللغسل غسل مو بس الايد والوجه الهدوم المعين الغراض البيوت وللتركيب. اللي ما يعرف شنو معنى التركيب من اشقائنا العرب تركيب يعني يطبخون به. يعني هذا المي الوسخ اللي شال من عند الاعشاب والطحالب واللي ما نعرف بعد شكو بيه واللي ما داخل فلتره حتى يصير صالح للاستخدام البشري يطبخون بيه اكل وياكلوه. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع واول تعليق ويانا من منصه فيسبوك حميد البصراوي يقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم احنا بعام 2023 والناس بعدها تشكو من ازمه المياه. ذو الفقار خير الدين يقول نحن في عام 2023 والعراق يعاني من أزمة مياه الشرب. وعثمان محمد يقول دق ناقوس الخطر بسبب شحة المياه يجب أن تستجيب الحكومة بشكل جدي وجذري للمشكلة. وأيمن علي الدليمي منطقة العنقور بمحافظة الأنبار صار لهم 10 سنوات يناجدون بس ما حد يستجيب لهم بس وقت الانتخابات يصيرون عزيزين على المسؤول ويندلهم. الله المستعان إن شاء الله. والمشكلة انه الناس تقول احنا بعام 2023 وعندنا ازمه مياه. المشكله انه العراق طول عمره ما عنده ازمه مياه. حتى الحصار الامريكي الظالم على العراق اللي استمر 13 او اكثر من 13 سنه من 90 ل 2003 ما صارت به ازمه مياه. لا اتذكر كانت النهر يفيض في مواسم بعض المواسم. ما أتذكر فد يوم العراق عانى من أزمة مياه وما أتذكر فد يوم العراقي يفكر أن الحبانية تجف ولا أتذكر أنه أكو عراقي كان يفكر بيوم من الأيام أنه دجلة والفرات تقل مناسب المياه بيهن لأنه معتمد عليهن بالزراعة وبالصناعة وبالأكل وبالشرب وبكل شيء. أبو عمر من الناصرية حياك الله. السلام عليكم عمي أفان. عليكم السلام ورحمة الله. على كادركم الطيب والله العظيم هاي القناة الشريفة الطيبة هي وكادرها الله يسلمك واجبنا. طبعا بالنسبة عمي عمر يعني ذولا مشكلة هم مو مشكلة هو بين احنا بالشعب مع الأسف والله. نعم ذولا الذيول لازم ما خديهم بالسلطة. هذولا مو ما السلطات ذولا ما سوق هرج ذولا ما ناس عفطية ذولا ناس سريعة ناس لا تلاظم ولا ضمير. نعم يعني هي مشكلة يعني مشكلة يعني هاي الحنطة حرقوها ما تجاوز بلشوا العالم بيوتهم على رؤوسهم. خلي يسمعوني العالم خلي يسمعوني يلا ولا والله كل شيء يسوون يعني حطموا البنية التحتية برمتها. هذا أستاذ محمد الشيع السوداني يلا ولا كان حصل عليهم كان حصل عليهم مالله العظيم يكرم الله يكرم الله كان الحذاء حصل عليهم
جواريب ما عنده، كلهم هم كلهم زين اتجيت وما تستحون ما تخيبون، عيب عليكم عمي عيب، استحوا شوية استحوا استحوا، خلوا ضمير، ما عندكم ضمير انتو، يعني انتو يعني انتو باعين ضميركم يعني حتى شرفكم بعتوا على ايران، كاف عيب مخاتي هاي سويتوا بشعب العراق خطية، يعني اللي زراعة تقول المحصود ماله زين لولا، يعني مشكلة زين لولا مشكلة، يعني وين راح توصل بيكم؟ لوين راح توصل بيكم؟ شوف انا اقول لك شاعر محمد شاعر السوداني طبعا على طبقه على المحافظات بالناس يا ما طبقه للحال والدي ووالديك، والله شكو برلمان شكو برلمان فاسد وساقط، لان انتم بعتوا شرفكم وضميركم على ايران واسرائيل وامريكا يا لولا، فاستحوا هذا الشعب العراقي ما يعني ما يستحق هذا الشعب العراقي، الشعب العراقي ضمير عنده ضمير شريف يعني حريص على وطنه، فانتم ما عندكم مطن لا عندكم مطن ولا عندكم شرف ولا عندكم ضمير، والله اسمعون يا شعب العراقي والله العظيم يا شعب تقومون عليهم تسوون ثوره عارمه على دول الفساد على دول السفله، نحن على امك وابوك يا محمد الشاعر السوداني، انا ابيكم مع الشريف يا استاذ بنياتي والسلام عليك. شكرا لك ابو عمر. مراجعه دوائر المرور بالعراق صارت واحده من اكثر المشاكل اللي تخلي المواطن يحس بتعب قبل ما يروح، بس يفكر انه هو رايح للمرور تعب مباشره. ليش؟ لانه اولا تستنزف وقته كله، تاخذ كل وقته، تاخذ كل جهده، تاخذ فلوسه بسبب الرشاوي طبعا والفساد. ليش؟ حتى ينجز لاي معامله مهما كانت درجه بساطه هاي المعامله. وصار مو مستغرب انك تشوف واي مواطنين قاعدين بسراوات طويله قدام هاي الدوائر اللي تتبع وزاره الداخليه، واللي لطالما طلعت وأكدت بمناسبات هواية أنه هي دا تشتغل حتى تذلل العقبات قدام المواطن وتخلي مراجعتها سلسة يعني سريعة وما يطول بها، لكن المواطن ما دا يشوف أي شيء على أرض الواقع. وهاي العبارة عبارة عن وعود بس. مثلاً ببابل عندنا مواطن رصد لنا اصطفاف كبير طويل عريض قدام عدد كبير من المراجعين، وده ينتظرون فترات طويلة أمام دائرة المرور اللي تابعة إلى مدينة الحلة. خلونا نشوف. هيجي معاوض يشوف. بالله السؤال، دولة يقدرون يكملوهم؟ دولة يخلصون بيوم؟ زين اللي ما يخلص الطلعوه من يرجع يلزم سرة من جديد؟ هذا اللي لزم سرة وانتظر ساعات وساعات حتى يوصل للشباك وقلت له الدوام خلص أو السيستم عطل أو السيستم واقف، من يرجع لك يلزم سرة من جديد لو تطي كارت لو تفرش له وينام يمك، على ذكر أنه تفرش له وينام. طبعا مو غريب لما نشوف هاي السراوات أن الناس تتعب تنهك. هاي المراجعين اللي طابين وداخلين ويردون مراجعتهم أو معاملتهم تكمل، هم دا ينتظرون شي يسوون؟ يقعدون على القاع ويفترشون القاع أمل بلكة أنه يرتاحون ولو شوية أثناء فترات انتظارهم الطويلة حتى ينجزون معاملاتهم ومراجعاتهم وتكون هاي المعاناة شوية أقل عليهم. ولما يتباوع على منظرهم معتقل أسير حرب داخل مديرية حكومية تابعة إلى وزارة الداخلية، هذا كله دا يصير ويا من؟ ويا مراجعي دائرة المرور بمحافظة ديالة. تفرجوا. ذولش ناقصهم واحد موجود بالغرفة هنا حاط العدمات يسوي لهم استكانات شاي، طابورية بالنص يجيب لهم دومنة ويقعدون قهوة. هاي مو دائرة حكومية، حتى بالقهوة ما يقعدون على القاع، كراويتات أو كراسي. بس هاي بديالة،
أما بالبصرة المعاناة مع المراجعين يعني ما أقدر أوصفها بأي وصف، لأنه ماكو أي كلمة توصف اللي دا يصير هناك أو تعبر عليها. يعني تخيلوا مراجع يطب إلى مكان يقول له السيستم وقف، وهاي الأنظمة الإلكترونية ياما وياما توقف وتوقف أمام المراجعين والمواطنين، ويوقفون مذلولين على حد وصفهم هم بسراوات طويلة جدا، والحكومة ما لها أي علاقة، ناطيتها ابن الطرشة ولا ملتفتة إلهم ولا المعاناتهم، ودا تزيد حجم الموظفين بلكت أنه تقلل من حجم المعاناة حتى تقدر هاي الدائرة المعينة مثلا أن تستوعب هاي الأعداد من المراجعين بدال ما تتركهم جو أشعة الشمس، وأقل تقدير حطوا لهم قمرية فرجوا. مديرية مرور البصرة، هاي الوادة كلها على البصرة، والنظام موتنا يوميا واقف. يا بن طالب سووا لنا حل النظام رجاء، يوميا واقف النظام حتى الله ما يرضى. هاي صارنا ثلاثة أيام إحنا بس على البصرة، وهاي قال النظام وشاش النظام، وقف النظام واشتغل النظام، أصبع صار ذيك البصمة ما شاء الله، بقى هاي كلها تسليم. مفتر داير ما داير، هم يسووا لنا حل. ما اعرف شو اوصفها، على اقل تقدير تباوع عليهم يعني هم صدق عبالك معتقلين مو عبالك مراجعين اللي يطبون الى دائره، وشن هالبوابه اللي يطبون من عندها كشك؟ جيب لك كم موظف وحط لك كم جهاز مرتب وشغلهم وخلي يشتغلون بكل بلدان العالم. اذا انطبس اي دوله تحترم نفسها نشوف دوائر المرور وتباوع الارقام اللي دا يراجعون الناس دا تمشي وده يطوم مواعيده حسب هاي المواعيد، الناس تطب وتطلع وماشي أمورهم، ماكو عندهم أي ذرة تأخير إلا بالعراق. ينتظر يوم ويومين وثلاثة وأربعة حتى يبصم، ليش؟ لأنه السيستم ده يعطل جهاز يشهادة. وشن هل النظام الإلكتروني اللي ده تعتمدوه ببلد من المفترض أنه هو جديد، شو وقت عطل وشو وقت شكل وشنو السيرفر ده تشتغلون عليه؟ الناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على الموضوع، وأول تعليق ويانا من فيسبوك وسام يقول مرور البصرة محتكر المكان على مود يكون ضغط على المواطن لفترة المراجعة حتى يتقبل أمر الواقع ويدفع، والكل يعرف أتعس مرور بالعراق هو مرور البصرة، ماكو أحد يحول سيارته بدون ما يدفع ما عدا التأخير. مجتبى الهاشمي يقول أفسد دائرة بالعراق هي مرور البصرة، الرشاوي والمعاقبين بكل مكان. وخالد أبو محمد المحمداوي يقول يعني صدق ذلة للمواطن، ما يصير هيك، ماكو حل للازدحام وماكو كل تقدير واحتقار للمواطن مع الأسف. وعلي البصري يقول نطالب بإنشاء مديرية مرور في شمال البصرة لتخفيف الزخم، وهنا نعدكم مواطن نطاكم واحد من الحلول أنك تقسم محافظة البصرة إلى مديريات وتنشئ مديريات للمرور تابعة إلى كل جهة معينة، والناس تعرف هي تابعة إلى أي مديرية، بحيث الزخم يخف عن دائرة واحدة ويصير إلى أكثر من دائرة ويقلل الزحام وتمشي الأمور. تخيل مواطن دا يفكر ببدال الحكومة وجيش المستشارين اللي موجود إلى محمد الشيع السوداني. رضا من الجزائر حياك الله. رضا وياي؟ انقطع الاتصال ويا الأخ رضا. شكرا لك أخوي العزيز، ونتمنى أنه ترجع لنا إذا عندك شيء تريد تحكي إلى القناة. ونعود إلى ملف ثاني وهو ملف التأخير الغير مبرر إلى الرحلات الجوية. حكينا عن قضية الرحلات الجوية بالعراق ومشاكلها. تخيلوا شركات الطيران ما عندها التزام مواعيدها، وتخيلوا الناس ملتزمة بالمواعيد لأنه عندهم شغل، والمسافرين العراقيين مثلاً اللي محبوسين بمطار صبيحة التركي اشتكوا من تأخر إقلاع طائرتهم المتوجهة إلى العراق، وتذمروا هذول المسافرين بسبب تأخر موعد رحلتهم الأكثر من 5.5 ساعات، واللي هي عبر شركة فلاي بغداد اللي تابعة لمن؟ اللي يملكها عمار الحكيم مثل ما تأكد المصادر المحلية. فرجوا. من 12:30 لحد هسه الساعة 6 العصر على شركة فلاي بغداد،
طيارتنا ب 12 ونص وهسه بالستة. مطار صبيحة حاليا، هاي الأطفال والعوائل. خمس ساعات ونص. زين اللي عنده ترانزيت وتروح عليه طيارة ويا شركة فلاي بغداد يدفع تيكت جديد مثلا؟ لو شو يقولوا له؟ نعتذر أخوي العزيز تأخرت الطيارة، نعوضك بتيكت ثاني. مو هذا هدر للأموال. فواحد أتمنى يروح لي إلى عمار الحكيم يقول له سلام عليكم، شنو السالفة؟ طبعا تتكرر بين فترة وفترة شكاوى المواطنين والمسافرين على وجه التحديد بسبب عدم انضباط موعد رحلاتهم أو تأخرهم أو الطيارة قبطت مثل ما نقول إحنا بالعراقي، التابعة إلى شركات الخطوط الجوية اللي تشتغل بالعراق، خصوصا الخطوط الجوية العراقية وشركة فلاي بغداد اللي طلعنا الفيديو قبل شوية عنها. عندنا مقطع مصور ثاني من مطار السليمانية، شكوى إلى مواطن اتذمر بيها أنه طيارته اللي مفروض من السليمانية لبغداد تأخرت على متن الناقل الوطني الأخضر. هسه بدنا نحكي عن الخطوط الجوية العراقية، تفرجوا. عليكم. حاليا نحن الان في مطار سليمانية، اليوم هسه الساعة 9:15 تقريبا، وموعد الطائرة 9:15 على الخطوط الجوية العراقية لبغداد. صعدنا بالسيارة ورجعوا نزلونا، قالوا الطائرة غير جاهزة وما نعرف شوكت راح تكون الرحلة، يعني الى متى تبقى حال الخطوط الجوية العراقية؟ سيد رئيس الوزراء، سيد وزير النقل، السادة المحترمون. حلوة هاي ما الطيارة مو جاهزة، شنو نفسيتها تعبانة؟ فلاونزا؟ عدها رشح مثلا نفسيتها أو مو جاهزة الطيارة؟ أنتو خطوط تأسست بالأربعينات من القرن الماضي، شركة عريقة ما تعرف طيارتها جاهزة لو مو جاهزة، من تطون تكتات الناس ما تعرفون بالجدول عندكم طيارة لازم تطيروا، أكو فحص قبل موعد الرحلة بساعات حتى تتأكدون من هذا الشيء وتتلافون هذا الخطأ إذا أكو خطأ. لو الخطوط الجوية العراقية ما عندها غير طيارة واحدة مثلا، إذا ما عندها غير طيارة واحدة خلي يحجون نلم لهم لمة وجمعية ونشتري لهم طيارات. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق أخذناه من منصة فيسبوك. عمر صقبان يقول فشل بعد فشل، حتى احترام للمواطن العراقي خارج بلده من قبل الدول ما بقى، لسان حالهم يقول ليش نحترمكم وحكومتكم ما محترمتكم؟ صار العراقي شايل فشل الحكومة على كتفه وين ما يروح. وأبو مصطفى الشيخ يقول لا أدري لماذا يسافر الناس بواسطة هذه الشركة الفاشلة مع الأسف. طبعا عماد أحمد يقول لا حياة لمن تنادي أصلا متعمدين للإساءة إلى سمعة العراق والخطوط الجوية العراقية بكافة مسمياتها. وبشير الأسد يقول إلى أين تريدون الوصول بعد بالعراق؟ أنتم عار على العراق. فكانت هاي التعليقات الموجودات ويانا. أحمد من بغداد ويانا، حياك الله أحمد. ألو. نعم وياك. حياك الله أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام. أريد أن أشد رأس الوزراء. تفضل. أحمد الشعب السودان. إحنا ملحق الرصافة التاسع. نعم. تم علينا التصويت ويعني وخبر يعني إذا رأي إذا وزير التربية يعني ما وافقوا علينا، بس بالإعلام وافقوا علينا. هو تم التصويت على شنو؟ انه الـ 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 الدور الثالث لو على العشرة الاوائل على يا قضية؟ لا 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 لا، احنا محاضرين المجانيين. المحاضرين المجانيين. نعم تفضل. من سنة 22 لحد سنة 23 احنا نداوم مجانا. نعم معلوم. اي احمد المهم اي بس بالاعلام يعني قبلونا كعقود على على قرار 215. نعم. اما لغوا يعني ما نعرف ليش. زين. شعتهم ورصافه ثالثه. زين. كل المحافظات قبلوهم. زين. اريدك توصل صوتي الى محمد شعب السوداني. واشكرك انا طبعا. اعتبر صوتك وصل، بس اريد تحكي مناشدتك، شن هي المناشدة اللي تريدها؟ تريدون تعيينات؟ لو تريدون عقود؟ لو تريدون إعادة قرار؟ لو قرار قرار؟ يعني إحنا هو هذا حقنا، صرنا 3 سنوات نداوم مجاناً. تمام. إذن أخواني الأعزاء، أحمد من بغداد أحد المحاضرين المجانيين. المحاضر المجاني هاي وظيفة جديدة بالعراق، تخيلوا شخص يدرس في جامعة أو معهد أو مدرسة أو ثانوية أو متوسطة وبدون راتب، يروح يدرس طلاب ويطلع وما يستلم ولا شيء، وسنة وسنتين وثلاثة مثل ما قال لكم أحمد. شكرا لك
أخوي أحمد ويروح ويداومه ما عنده أي بدل إلى تعبه وجهده اللي يسويه. فمناشدة أحمد هو وجماعة المحاضرين المجانين أنه ينظرون بحالهم وأن يدخلون برواتب وأن تنظر الوزارة لهم وزارة التربية ورئاسة الوزراء. شكرا لك أحمد. أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله أستاذ أفل وحيا الله قناة الرافدين والساد المشاهدين الكرام. حياك الله أستاذ أفل. بالنسبة لمديرية المرور العامة واللي تشمل كل مديرياتها وكل القواطع إذا كانت ببغداد إذا كانت بالمحافظاتنا، هي أساسا مديرية المرور العامة حالة من حال يعني الوزارات اللي كلها موجودة بالعراق عندنا، حالها أنه تعتمد على السرقات ونهب المواطن من أمواله، واللي كيف هي انه بحجه القانون تاخذ اموال الناس. يعني كثير عندنا من السيارات عندنا موجوده ملايين بالمحافظات وبغداد، هاي تحويلها وضرائب اللي تاخذون من كان المواطن البسيط، الشوارع او الحشد، هاي الامور اللي هم يسموها اللي وصولات يقطعوها على المواطن. هاي للاسف يعني نلاحظ حتى المديريات اللي عندنا ببغداد وبالمحافظات هي يعني غير جيدة وغير يعني شكلها مقبول لمراجعة المواطنين، كلها مبنية من السندويش وكلها قديمة ولا بيها شوارع ولا بيها أماكن جيدة حلوة تليق بالمواطن من يروح يعني على هالغرفة وعلى هالشباك، كلها أماكن محصورة وكلها أبنية قديمة. يعني ما تطورت هي للقواطع للمديريات المرور العامة، حتى مديرية المرور العامة اللي موجودة بالشعب ما تقدمت بلا بناها ولا تعميرها ولا إدامتها، كلها إنه هي تعبانة عليها بس إنه تأخذ الأموال وتعطيها إلى وزارة المالية. طيب إحنا كثير عندنا يعني سيارات تحويلها وكثير عندنا من غرامات، هاي كل الشعب العراقي يعرفها، يعني شيء واضح من الغرامات مديرية احترام من البعض يعني المنتسبين عندنا، يعني ناس ما يخافون الله يسوون غرامات يتخذون إجراءات ضد المواطن البسيط. يعني صارت عندنا بالعاون الأخيرة أهل التوك توك وأهل الدراجات صار لهم تحويل يعني مبالغ كلش يعني زهيدة كلش تحويل الأرقام. إحنا نسأل وزارة الداخلية أو محمد الشيع السوداني، هذه الأموال اللي قاعدة تأخذ من المواطن لازم المفروض بها يسوون شوارع بها، يسوون يعني أنفاق، يسوون جسور مديرية الطرق والجسور اللي هي تعتمد على من دخل مديرية المرور العامة. فللأسف تروح كلها لجيوب الفاسدين لجيوب السراق اللي عندنا دي حكمون حالة حال الوزارات الأخرى. وأنا أشكرك وتحياتي لك والقناة الرافدين وحياك الله أستاذ أفل. شكرا شكرا لك اخويا ابو عمر. اجانا مقطع مصور عبر خدمه توفرها قناه الرافدين، هي خدمه انت ترى اي شخص يريد ينشر شيء على القناه يقدر يتابع الارقام اللي تظهر اسفل الشاشه، مو ارقام البرنامج، اكو رقمين جوا او عفوا اكو شريط ابيض جواها دا يتحرك نهايته اكو نافذه اسمها نافذه انت ترى تقدرون تدزون عليها. المهم هذا الفيديو باضراب لعمال بلديات محافظه بابل عن العمل، يعني بعد ما يشتغلون وبطلوا يشتغلون. ليش؟ لأنه دا يحتاجون على قلة رواتبهم، ورواتبهم اللي هم دا يستلموها ما تكفيهم أن تسد احتياجاتهم ولا احتياجات عوائلهم، وأكدوا أنهم مستمرين بالإضراب إلى أن يتم الاستجابة إلى مطالبهم وتلبية هاي المطالب وتحقيق العدالة الاجتماعية بسلم رواتب جديد يضمن هذا السلم لهم المساواة ويا باقي الوزارات ويكفل لهم حق العيش الكريم. خلونا نشوف. بلدية وكم صرنا موظفين، راتبنا تعبان، يعني راتبنا ما يقل 250 ما يعبر، أكثرتنا متزوجين، أكثرتنا عندهم أطفال، عندهم عوائل، يعني من يعطيني 239 أنا وين أوديها؟ إن من أعطيها؟ المولد؟ أنا تعب سلفة، إن من أعطيها؟ ها؟ كراوي؟ إن من أعطيها؟ السؤال. نطالب بسلم الرواتب، احنا واقفين هنا اطلاق، احنا ما طالعين لهذه الدوله، هذا المسؤول، احنا نطالب بسلم الرواتب الموحد. والله على مود رواتبنا، رواتبنا قليله وما تكفي، وكل واحد صار له 9 سنوات وعشر سنوات و12 سنه و13 سنه ورواتبنا ما تكفي، يعني 300 الف و250 شو تكفي؟ تكفي عائله. واحنا نطلب من سياده الوزير رئيس الوزراء يعني بسلم الرواتب. زين؟ رواتبنا ما تكفي نهائيا، ما تكفي الله شاهد. بلدية المسيه بابل مسوين اضراب اليوم ما يشتغلون، يعني الرواتب ما تفي مو مال العائله ولا مال عيشه، والناس ملت وتعبت، يعني قاعدك مريض تفتري بيه،
طفله كذي في المصرف، انت تيجي المصرف ملابس هاي ان شاء الله ما في. فان شاء الله جماعه تسووا اضراب اليوم، وان شاء الله يعني نتفاعل بهم خيرا. وكذلك الاجور اليوم الخطيه هم باقي صار 3 سنوات يعني، هم والله لا عقود لا تثبيت لا شيء، هم والله الناس كل شيء. ما تخيلوا يعني موظف يشتغل وينظف عمال بلديه او يشتغل او يبلط او يزفت شارع او ويبني او يعمر بالارصفه والشوارع والحدائق او ينظف الحدائق او يزرع بالبلديه وراتبه 239، اذا فرضا الدولار 147 فرضا خلينا نقول يعني 170 دولار بالشهر، يعني سنويته كلها 1900 دولار تقريبا، هي اقل. لا هو تحت خط الفقر، لا هو تحت خط ما ادري شنو، هو تحت كل شيء، هو معدوم، هذا مو راتب. 239 بالشهر شو تكفي ويا الغلل اللي دا يصير بالعراق؟ شو تكفي هذا الموظف؟ ولما يطلع وما يشتغل دولة مخوش وادم، دولة يدمرون سمعة البلد، دولة يدمرون هيبة البلد، بس ما يفكرون اكو واحد فوق راتبه بالملايين وتقاعده بالالاف الافات الدولارات وحمايات وخطوره وسفر ووفد وما اعرف شنو، ما يباوع على دولة. على كل عندنا موظفين ديسعون تحديدا المعلمين والمدرسين والمنتسبين التابعين للوزارات الخدميه، منها وزارات الاعمار، البلديات، التخطيط والموارد المائيه، يسعون الى تعديل سلم الرواتب حتى يصير مساواه باقي موظفي الهيئات والوزارات السياديه او الامنيه، مثلا مثل الداخليه والدفاع والنفط والكهرباء والهيئات والمديريات الامنيه التابعه لهم. ذول الموظفين توعدوا بتنظيم تظاهرة كبيرة الثلاثاء، وبسبب تجاهل الحكومة تظاهراتهم اللي انطلقت قبل تقريبا أسبوع تحديدا بواحد آيار اللي هو يوم العمال العالمي، وعدم استجابة الحكومة لمطلبهم هو تعديل سلم الرواتب، وبخطوة استباقية لمنع مشاركتهم بالتظاهرة الكبرى اللي من المفترض أن تكون يوم 9 آيار الحالي اللي هو باكر، ويطالبون بتعديل سلم الرواتب. ألغت بعض الدوائر الحكومية الإجازات كافة لكل موظفيها بمحاولة منها أنه تمنعهم أن يشاركون بهاي التظاهرة. خلونا نستعرض سوية عدد من التغريدات على هاشتاغ أو وسم ثورة الموظفين اللي تصدر ترند العراق وتزامن ويا تظاهرات باكر الثلاثاء، وجبنا لكم بعض التغريدات على هذا الهاشتاغ. علاوي العيسى يقول حكومة الإطار هذه آخر أو حكومة الإطار هذا آخر إنذار، السلم لازم ينقر وينقر وأنتم الممنونين. هاشتاغ ثورة الموظفين. علي المهنة، الله هو الرقيب وحقوقنا نحن الموظفين المتدنية، رواتبهم أمانة في أعناق كل من له شأن بهذا الأمر. هاشتاغ ثورة الموظفين. رضا علي، المعنويات أعلى من قبل وماكو أي انكسار، وجاهزين للنزول مرة ومرتين وألف مرة إلى أن نحصل على حقوقنا المسلوبة، ترى ماكو شيء يجي بالسهل. هاشتاغ ثورة الموظفين. وهيثم يقول سلم الرواتب الجديد مطلب شعبي، 4 ملايين عائلة تنتظر موافقة مجلس الوزراء على قانون سلم الرواتب. هاشتاغ ثورة الموظفين. وهذا القانون واحد من القوانين اللي الناس تنتظرها حال حال العفو العام. اكو هواية ناس دا ينتظرون العفو العام، واكو هواية ناس دا ينتظرون سلم الرواتب الجديد، لانه ما معقولة بال 2023 الحكومة ما عايشة بالعراق وتعرف الغلة، وتعرف هي ايش سوت بقرارها رفع سعر الدولار امام الدينار العراقي، والغلة اللي صار بسبب هذا الشيء، والرواتب مثل ما هي او ماكو رواتب في بعض الاحيان. اللي ما عنده راتب واللي ما عنده وظيفة وما عنده عمل، أكو مؤسسة اسمها مؤسسة الرعاية الاجتماعية، بس الناس ما تقدر تأخذ راتب من عندها، والكاسب اللي يأخذ أجرته يوميا ما راح يلقى شغل إذا الموظف ما عنده راتب يستلم من عنده حتى من يحتاج هذا الكاسب يقدر ينطيه، وأبو البقالية والجزار وغيرها وغيرها من المحلات والدكاكين ما راح يقدر يبيع إذا الموظف ما عنده راتب يستلمه شهريا حتى يقدر يوفي مستلزمات عائلته، وكذلك الطلاب بالمدارس ما راح يقدرون يدرسون إذا أهلهم ما قدروا يوفرون لهم المستلزمات المدرسية، لأنه هو ما عنده راتب الأب أو الأم فما يقدر يجيب الولدة المستلزمات المدرسية لأنه هي غالية. فهاي الأمور كلها تعتمد على شيء واحد اسمه سلم الرواتب. بلد غني جدا مثل العراق لكن شعبه أفقر شعب بالعالم، أفقر شعب بالعيشة،
أفقر شعب بالمكان، أفقر شعب بالحكومة، أفقر شعب بالرواتب، أفقر شعب بالخدمات، أفقر شعب مياه صالحة للشرب، أفقر شعب بالأمان، لأنه ماكو أمان بالعراق. والمقاطع الأولى اللي شفناها بالفقرة الأولى تبين لكم أنه ماكو أمان. لكن مع الأسف عندنا أغنى حكومات بالعالم، وإذا تباعون على الحكومات العراقية اللي جت من 2003 لليوم ورواتبهم الانفجارية، ينشر بها نوادي رياضية كاملة اللي احنا نسمعهم بالملايين، والعراقي ما لاقي شيء. بالختام نتمنى أن تكون حلقة اليوم أن نالت إعجابكم، نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله بنفس الموعد. في أمان الله.